توقاتكم بكل خير في هذا المساء. انطلقت أشواطنا في عاصمة الميادين مستمرة ومنطلقة في هذا المساء بسن اللقاية. ينطلق الشوط 11 بحفظ الله ورعايته، وهو الشوط الخاص بالجعدان المحليات الأصايل بهذا الاندفاع وهذا الانطلاق وهذه المشاركة الجميلة والرائعة. نسير مباشرة نبحر في عمق الميدان، وسراب يتصدر المجموعة سهيل بن مبارك العامري بالقرين العامري يتقدم مع المركز الأول، بينما يليه في المركز الثاني وياتي في ثاني المراكز مشاهدي العزاء هذا شاهين ناصر بن سلمان الدرعي يتقدم مشاهدينا العزاء على المركز الثاني، بينما المركز الثالث من الجانب الآخر وياتينا مشاهدينا العزاء هذا يتواصل ويتقدم مشاهدينا متابعين الكرام في هذه الانطلاقات وهذه التحديات. هذا الوسمي محمد بن حمد بالعود العامري ياتي في المركز الثالث، شعار بالعضيلي من الجانب الآخر يتقدم ويقدم لنا شاهين صالح بن محمد بالعضيلي العامري، بينما المركز الخامس من وصل في هذه اللحظات متصل ياتي في هذه اللحظات راشد بن طالب بن متعب بن شريم المري في المركز الخامس، المركز السادس ووصل في المركز السادس العابر لأحمد بن علي بن سالم بن غصنه العامري المركز السابع المراكز، وهذا وصول من النادر تعود ملكية الهزاع بن سعيد بن سالمين المنصوري المركز الثامن تدخل فيه ووصل في هذه اللحظات على ثامن المراكز، وهذا ضاري حميد بن راشد بن فالح الشامسي، والمركز التاسع تاسع المراكز وهذا الشامخ لحمد بن محمد بن سيف العامري، والمركز العاشر عاشر المراكز. شوف اللي وصل في هذه اللحظات وتقدم شاهين لعلي بن محمد بالصير بن حمود اليني بهذه النتيجة. هذه العشر المراكز من الجعدان اللقاية المحليات الأصايل في الشوط 11 في جائزة زايد الكبرى في الوثبة في عاصمة الميادين في مساء اللقاية والتحديات. عودة مرة ثانية بعد النداء للعشر المراكز، نعود إلى التنافس، نعود إلى الأثار، نعود إلى التقدم. المركز الأول مسيطر على مقدمة الشوط شاهين على المركز الأول، وناصر بن سليمان الدرعي يتقدم بالمركز الأول يتصدر المجموعة، بينما بالعضيلي من الجانب الآخر كذلك ينافس كذلك ينطلق مع المراكز الأولى، وهذا هو اللي ياتي مشاهدينا متابعينا الكرام بكل ما هو جميل بكل ما هو رائع. هذا يتقدم مشاهدينا العزاء، وصل وهذا شاهين صالح بن محمد بالعضيلي العامري ياتي في المركز الثاني، أما بن سالمين يتقدم على المركز الثالث وياتينا بن نادر هزاع بن سعيد بن سالمين المنصوري الذي يتقدم مع المركز الثالث. أما المركز الرابع فبنلقى الشامخ في المركز الرابع، وحمد بن محمد بن سيف بن نعيف العامري ياتي في المركز الرابع. المركز الخامس شوف اللي وصل مشاهدي العزاء على المركز الخامس، وهذا سلهود لحمد بن عبد الرحمن بن علي يتقدم، هذا هو سلهود لحمد بن عبد الرحمن بن علي الزعابي. هذه الأسماء المتقدمة، بدأ انحناء الميدان، بدأت الأمور، بدأت التحديات. عودة مشاهدين العزاء إلى المراكز الأولى، عودة إلى الانطلاق الأول، ولا زال الدرعي مسيطر من البداية على المركز الأول، وهذا هو شاهين ناصر بن سليمان الدرعي على المركز الأول مسيطر على المقدمة على المركز الأول، وياتي بن سالمين في المركز الثاني يتحرك بدا النادر هزاع بن سعيد بن سالمين المنصوري ياتي بالنادر ليكون هو النادر في الشوط.
المركز الثالث بدأت التحركات، بدأ الشامخ يتحرك، الشامخ حمد بن محمد بن سيف بن عيف العامري يتقدم مع الشامخ في هذه الانطلاقات، وسلهود من الجانب الآخر، رباعية جميلة، رباعية جميلة مشاهدين الأعزاء على هذا الانطلاق وهذا الاندفاع. بدأ سلهود، بدأ ياتي حمد بن عبد الرحمن بن علي الزعابي، يتقدم الزعابي، غير سلهود إلى مقدمة الشوط، غير سلهود إلى المركز الأول بهذا الاندفاع وهذا الانطلاق الجميل والرائع في ميدان الوثبة. ينطلق سلهود وينفرد بالمقدمة، الهجوم بدأ، التحرك في الأمتار الأخيرة، 300 متر الأخيرة، اليبهوني تحرك، وصل اليبهوني، وصل بالأطام لمحمد بن علي بن سيل اليبهوني. يا سلام، راح سلهود، راح بجائزة هذا الشوط وهي 150 ألف درهم في هذا الانطلاق، والزعفران والناموس ونقطة ثمينة في جائزة زايد الكبرى في عاصمة الميادين في الوثبة، يستاهل مالك سلهود، تهانينا له على هذا الفوز. حمد بن عبد الرحمن بن علي الزعابي على هذا الفوز والناموس، بينما حل في المركز الثاني لطام محمد بن علي بن سهيل اليبهوني الظاهري المركز الثالث. المركز الثالث من وصل فيه مشاهدينا متابعينا الكرام لمسعود بن سعيد بن ناصر الزرعي، حل في المركز الثالث. المركز الرابع اللي وصل فيه لحمد بن محمد بن عيف العامري. المركز الخامس مشاهدينا متابعينا الكرام، عموما نعود إلى التوقيت الزمني مشاهدينا متابعينا الكرام في هذا الشوط، وهذا سلهود يقدم توقيت زمني مقداره 7 دقائق 21 ثانية و5 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك سلهود، وسلاماتنا لحمد بن عبد الرحمن بن علي الزعابي الذي فاز في هذا الشوط بهذا الانطلاق وهذا الناموس الجميل والرائع في ميدان الوثبة. نشوف المركز الثاني، التوقيت الزمني 7 دقائق للمركز الثاني، 23 ثانية 4 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس مشاهدي الأعزاء محمد بن علي بن سهيل اليبهوني الظاهري على الفوز بالمركز الثاني. المركز الثالث 7 دقائق 24 ثانية و5 أجزاء من الثانية. تهانينا لمالك مشاهدينا الأعزاء مسعود بن سعيد بن ناصر الزرعي على فوز مشاكل بالمركز الثالث. هكذا كانت النتيجة، تهانينا والناموس لجميع الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم.